game. Serečkin. مسلسل كنينات هو مسلسل اجتماعي كوميدي فيه الدراما ان بو سوسيال فاميليال. هو ليستوار ديال واحد الحاج تهامي اللي عنده دار كبيره وساكن معاه العيالات ديال اولادو. واحد ولدو مات الكبير، واحد ولدو في لارمي في لا مارين، واحد ولدو في طاليان. دونك هو يعني ساكن مع دوك لي فام دو سي زونفون وعندو بنتو. و ميم طون جاب ليهم واحد المرأة جديدة حيت هو بوف، جاب ليهم اون فام اللي غادي تخرجها منهم اونتر كيمي، اللي غادي يبداو افيك لاغيفي ديالها غادي يبداو صراعات بوغ لو بوفوار، بوغ شكون اللي بيحكم، شكون اللي بيكونترولي ديك لا ميزون. وهذا هو لوبجيكتيف ديال دي بروجي بحال هادو، سي دو ميلونجي دي غران غران نون داكتور de comédie avec d'autres les mettez tchaltouche c'est d'abord l'objectif c'est d'essayer de trouver des nouvelles générations d'acteurs et aussi de mélanger le couple Rawia au gym c'est un couple qui n'a jamais été proposé الامور غدا مزيان وكاين واحد الصدى على انه غيكون ان شاء الله بروجي اللي غيتقبلوا المشاهد. الكنينات سيدي هو سيناريو مشترك ما بيني وبين الصديق عدنان محجة، هي سلسله اجتماعيه فيها مزيج ما بين الكوميديا وكذلك مواقف دراميه، سلسله خفيفه كتطرق لمجموع امور اللي كتعيشها اي اسره مغربيه، هذوك الخلافات اللي تيكونوا في الدار خصوصا عائله فيها البنات. كاين مواقف كوميدية كثيرة. الدور ديالي هو دور رمزي بسيط، دور ديال عبد الله هو ولد التهامي اللي هو سي الحاج محمد الجم، خدام في باطو وكنجي مرة لأن مرتي ساكنة، مرتي واحدة من الكنينات اللي خالقين المشاكل ديما بالنسبة للوالد ديالي. هو مسكين ولد الدراري وتا واحد الدراري ما بقاو لي غير عيالاتهم في الدار عايش معاهم يوميا. من بين المسائل اللي خلاتني كاع انني نخدم هذا الدور هو انني غادي بور لا بروميير فوا غادي نخدم مع السي الحاج الجم، وهذا شرف كبير لي انني نخدم مع قامه كبيره في الكوميديا في المغرب. راوية كذلك اول مره غادي نشتغل معها وشرف كبير ليا. الاجواء ديال التصوير في بلاطو الكنينات تتمر واحد الاجواء زوينه عائليه فيها الضحك فيها النشاط، فرحانين بزاف اننا دابا متواجدين في البلاطو ديال الكنينات. بالنسبه للدور ديالي انايا في السلسله ديال الكنينات هي البنت الصغرى الحاج تهامي اللي كيجسد الدور ديالها الاستاذ الكبير سي محمد الجم، واللي كان عندي شرف الاشتغال معاه. عيالات خوتي زعما عندنا ثلاثه ديال الكنينات وكيبدا الصراع ما بيناتنا كاملين، وكتجي لالا راويه اللي هي زوجة الاب ديالي وتما تيبدا الصراع الاكبر. ما نقدرش نزيد بزاف على الهضره اللي قالت من غير كان لي الشرف انني نخدم مع نجوم اللي كنت كنحلم انني نوقف قدامهم وحلم تحقق، بحال اللي كنشخص مع اكثر الحلقات عندي مع محمد الجم. الدور ديالي يمكن باين من اللباس هو السرباي عند الحاج التهامي اللي كيجسدوا الفنان القدير الغالي علينا محمد الجم الله يخليه لينا. هو صراحه دور ما عمرني لعبته من قبل، دور كوميدي كان في الاول تخوف اني نلعب دور بحال هكا لان كنميل للدراما بزاف، لكن فاش قريت السيناريو لقيته بالفعل محبوك ومكتوب من طرف واحد الممثلين اللي بدعوا عدنان محاجة ويحيى الفاندي اللي كنوجه لهم التحيه من هذا المنبر. دونك فاش قريت السيناريو قلت بوكو با نجرب هذه التجربه هذه مع الفنانين هذا. يختلف كوني بوكو بلو بريدون، دابا اون في بلوس اتونسيون لا ديستانسياسيون لي ماسك طول الوقت. فهمتي عندنا التصوير كي محدود، عندنا النومبر في ليكيب محدود. موا جي دوموندي كو توت ليكيب سوا ديجا فاكسيني بور بوفوار ترافايي. دونك فوالا دي بتيت شوز كوم سا اون فير اون ايسي دو فير اتونسيون. مي هادشي سي ان كونترول باسكو اون بو كونترولي كو لانفيرونمون ديالنا. تو با كونترولي منين جايين لي زاكتور، واش خدامين في نوتر تورناج، واش خدامين، واش منين جايين. سي ان بو كومبليكي.